عايز برضو اقول لحضراتكم في موضوع تاني، مباراة بيراميدز هي مباراة هامة جدا ومباراة مهمة جدا، ولكن في النهاية هي مباراة بثلاثة نقاط. مباراة بيراميدز زيها زي الزمالك، زي الاتحاد، زي المصري، زي كل الفرق اللي بتلعب في الدوري العام المصري. عندنا مباراة مهمة ومباراة صعبة اللي هي بكرة إن شاء الله مباراة بيراميدز. لازم نركز في المباراة، ولكنها في النهاية زي ما قلت لحضراتكم في البداية هي مباراة بثلاثة نقاط. الموضوع يعني مش كبير قوي، هو الموضوع بس ان احنا في بعض اللاعبين اللي انتقلوا ومشوا من النادي الاهلي راحوا نادي بيراميدز، وبالتالي بيبقى عندهم يعني عايزين يثبتوا لجمهور الاهلي ان هم كانوا، ولكن في النهايه يظل دائما النادي الاهلي في اي وضع وباي لاعبين وباي شيء هو النادي الاهلي، بدليل ان كل هؤلاء اللاعبين لما مشوا من النادي الاهلي وراحوا بيراميدز النادي الاهلي بياخد بطولات. النادي الاهلي خد بطوله افريقيا ووصل نهائي افريقيا وكذا وكل البطولات اللي خدها في السنه اللي فاتت، وبالتالي احنا ما عندناش مشكله مع اي حد، ما عندناش اي غضاضه ان اي حد اللي عايز يمشي يتوكل على الله، ما عندناش اي مشكله، لانه في النهايه النادي الاهلي بمن حضر، النادي الاهلي باولاده، النادي الاهلي بال11 لعيب اللي هيلعبوا بكره. النهارده ايمن اشرف او بكره ان شاء الله ايمن اشرف ومحمد هاني، ايمن اشرف موقوف ومحمد هاني لسه مصاب، لكن بقية اللاعبين هيبقوا متواجدين وهيعملوا شغلهم وزيادة. فبالتالي يا جماعة مش عايزين ندي الماتش أكبر من حجمه، هي مباراة صعبة ومباراة مهمة مع فريق قوي الحقيقة، ولسه مغير مدرب، واتكلمت في الكلام ده امبارح، ولسه مغير مدرب وده بيعود بشكل إيجابي على اللاعبين، ولكن في النهاية هي مباراة بثلاثة نقاط. إيه اللي هيحصل بكرة؟ ربنا يوفق بيتسو موسيماني، ربنا يوفق الجهاز الفني إن هم يضعوا التشكيل المناسب، ربنا يوفق اللاعبين إن هم يقدروا يدوا المجهود الكبير زي ما شفنا السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت كانت المباراة التانية صعبة جدا واتطرد لاعب من النادي الأهلي، والنادي الأهلي كمل وتعادل في هذه المباراة بروح لاعبيه، بروح لاعبيه. فعشان كده هي ثلاثة نقاط هامة جدا وكل حاجة، ولكن هي مباراة زي أي مباراة موجودة في الدوري العام، وكل المباريات الدوري النادي الأهلي بيلعبها في الدوري مع بيراميدز مع آخر فريق في الدوري اللي هو الإنتاج الحربي بيلعبها كلها زي بعض بنفس التركيز. أنا عايز أكسب الأربع مباريات اللي جاية، بيراميدز والمقاولين والمقصة وبقية المباريات اللي موجودة، أنا عايز أكسب الأربع مباريات عشان أخد 12 نقطة يقربوني من الدوري العام المصري إن شاء الله. إن شاء الله هو ده تفكير لاعيبة النادي الأهلي، ولكن لأنها مباراة هامة زي ما قلت لحضراتكم، وكل المباريات النادي الأهلي دائما بيعمل كده. الأهلي دخل معسكر مغلق قبل هذه المباراة.